السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي خديجة بلال كيتشن. اليوم غادي نحضر معكم كريم كراميل كيجي لذيذ وكيجي سهل في التحضير. عندي 6 البيضات، عندي 100 غرام سكر سنيدة، عندي 8 غرام فاني، وعندي 397 غرام ديال الحليب مركز المحلى، وعندي 600 ملل ديال الحليب، وعندي 200 غرام ديال سكر سنيدة غنحتاجو الكراميل. دوزو طريقة التحضير. غنحضرو الكراميل، نوضع سكر سنيدة في المقلة وغادي نخليه حتى يولي لينا كراميل. دابا بدا كيدوب لينا السكر. من بعد ما ولا لينا كراميل كيكون على هذا الشكل، حركو غير بالمقلة على هذاك الشكل. دابا غادي نخوي الكراميل في المول. وغادي ندور الكراميل في الجوانب وندوز نحضر الكريم ان شاء الله. ناخذ الخلاط ونوضع فيه البيض والحليب والسكر سنيدة والفاني والحليب مركز المحلى. فاني والحليب مركز المحلى. غادي نخلط جميع المكونات. من بعد ما خلط جميع المكونات غادي نخوي الخليط في المول. هناخد المصفات وغادي نصفي الخليط ديالنا. دابا غادي نوضع المول في مول كبر منه وغادي نخوي فيه الماء يكون طايب، وغادي ندخله الفرن على درجة حرارة 150. خليته انا ساعة ونصف على مد على حسب الفرن كيفاش، واش كيطيب دغيا ولا باش تعرفوه طاب كتديرو شي كيغدا ولا خرج لكم ناشف صافي كيكون طاب. دابا غادي ندخله الفرن. من بعد ما خرج لينا من الفرن كيكون على هذا الشكل. غادي نخليه حتى ياخذ حراره المطبخ وغادي ندخلو الثلاجه ساعتين على الاقل او ليله كامله. انا خليته ليله كامله. من بعد ما خرجته من الثلاجه كيكون على هذا الشكل.
غدا تاني نوضعو في المول يكون كبر منه، وغدا نخوي فيه الماء طيب باش يدوب لنا الكراميل. خليه شي 3 دقائق ولا 2 دقائق وغدا نديرو في طبق التقديم ان شاء الله. غادي ناخذ السكين يكون رقيق وغادي ندوزو من الجوانب. دابا غادي نقلبو، ناخذ شي منديل وغادي نحطو تحت طبسيل وغادا نضربو غير بشويه باش يهبط لينا الكريم كراميليان. كيكون على هذا الشكل دابا غادي نديرو ليه التزيين. غناخذ شويه الفواكه مشكله على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر. دابا غادي نوضع شوية الفواكه الوسط وكيوي قطعته رقيق. وهذا هو الشكل النهائي. غادي نقطع طرف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي متماسك كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوا وينال اعجابكم. وإلى عجبتكم وصفة اليوم أتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تخلوا لي لايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.